السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر مونتك. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن طريقة أو إزاي تقدر تعمل فلوس من موقع خمسات. موقع خمسات، الموقع الغني عن التعريف، الناس كلها عارفة موقع خمسات، والناس كلها ممكن تكون اتعاملت مع موقع خمسات قبل كده أو على الأقل سمعوا عنده. أنا النهاردة هكلمك عن حاجتين مهمين جدا في موقع خمسات. أول حاجة إزاي تقدر تعمل الخدمة، أو طبعا مش حاجتين بس يعني مهم. أول حاجة إنك إزاي تقدر تعمل الخدمة وإزاي تقدر تشتغل في الموقع ده وتبدأ تجني ارباح منه، وتاني حاجه ازاي تقدر تسحب ارباحك حتى لو ما عندكش اكونت باي بال وما عندكش اي اكونت على اي حاجه خالص. ازاي تقدر تستلم ارباحك في مصر، في تونس، في السعوديه، في الجزائر، باي طريقه انت عايزها، في كل بلاد الوطن العربي باي طريقه انت تحبها. ازاي؟ عن طريق موقع خمسات وعن طريق اي حاجه. يعني مثلا لو جالك فلوس من شركه انت ما عندكش اكونت باي بال والشركه دي عايز تدفع لك فلوس، ازاي تقدر تستلم الحاجات دي؟ عن طريق موقع خمسات وعن طريق شركة عمولتي في موقع خمسات. تعال نشوف الموضوع ده كله مع بعض. لكن بس انا حابب اتكلم عن موقع خمسات لمدة كام دقيقة بس. اول حاجة، انت تقدر تحقق فلوس كبيرة جدا من موقع خمسات بكل سهولة، لكن يشترط الخبرة في مجال ما. اي خبرة بقى، شوف انت بتفهم في ايه وخش اعملها في موقع خمسات، او خش اعلن عن الخبرة بتاعتك دي في موقع خمسات. انت بتعرف تترجم، خش قول لهم ان انت بتعرف تترجم ومعاك شهادة كذا وكذا في الترجمة، هتلاقي الاف الاف بيشتروا منك الخدمة دي. هوريك دلوقتي كل الكلام ده بالإثبات والدليل، والناس اللي بتبيع خدمات الترجمة. صوتك كويس وبتعرف تعمل تعليق صوتي، هتلاقي آلاف آلاف من يريدون ان هم ايه اللي انا قلته ده، ان هم ناس يعني عايزة تعمل تعليق صوتي. هقولك على حاجة تانية، انت بقالك 4 سنين او 3 سنين عندك قناة على اليوتيوب بتفهم في جوجل ادسنس وبدأت تجني ارباح من جوجل ادسنس، وبدات انك تشتغل في ادسنس من كام سنه وحضرت التحديثات بتاعت جوجل ادسنس وعارف القوانين، ممكن تعمل حاجه اسمها استشاره في جوجل ادسنس. كل حاجه انت ممكن تبيعها على موقع خمسات. انا استغربت جدا لما لقيت حد بيبيع استشاره في جوجل ادسنس والخدمه 300 شخص اشتروا الخدمه دي. انا ما صدقتش الموضوع ده بصراحه. تمام، لما دخلت على الخدمه لقيت 300 شخص اشتروا استشاره في جوجل ادسنس. تخيل تدفع $5 عشان تسال الشخص ده كام سؤال عن جوجل ادسنس، عن شركة جوجل ادسنس او شركة جوجل يعني. فموقع خمسات موقع مفتوح جدا يا جماعة، انت ممكن تكسب منه فلوس من اقل حاجة. لو انت مثلا جوه جروب، زي مثلا اي جروب مثلا فيه 2 مليون عضو ولا مليون عضو، الجروب ده مثلا بقى جروب سري او جروب مغلق او حتى جروب عام ومحدش عارفه في اي بلد، فانت ممكن تخش على الجروب ده وتخش على موقع خمسات تقول لهم ان انت هتنشر لهم رابط القناة بتاعتهم او اعلان لاي حاجة هم عايزينها جوه الجروب ده، تمام، في مقابل $5 او $10. هو يعني المفروض ان هم بيبقوا $5، تمام، ولكن انت ممكن تعمل تطويرات فبتزود السعر. المهم هنفهم كل الموضوع ده دلوقتي مع بعض. فاللي انا حابب افهمه لك بس ان موقع خمسات موقع للناس المبتدئه والناس المحترفه والفريلانسرز كلهم، تمام، المبتدئين والمحترفين. يعني انت لو مبتدئ وعايز تبدا شغل فريلانسر ممكن تبدا على موقع خمسات او موقع فايفر، ولكن احنا النهارده كلامنا عن موقع خمسات. عايز تبدا تشتغل وتجني فلوس من الانترنت عن طريق حاجه انت فاهمها، عن طريق مثلا بتفهم في البريمير، بتفهم في حاجه معينه، انت ممكن تعمل الكلام ده كله عن طريق موقع خمسات. مش عايز اطول عليكم في المقدمه اكتر من كده، وخلينا نخش في موقع خمسات ونشوف الموضوع ده كله. طيب يا شباب، خلينا نبدا مع بعض شرح موقع خمسات. بس قبل ما ابدا، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه تشترك في القناه عشان نوصل ل 15000 او 20000 مشترك قبل بقى نهايه الكام شهر الجايين دول. دعمكم يا شباب عشان نلحق نوصل لرقم كويس قبل نهاية سنة 2018 ان شاء الله. انا متارجت على ولا خلاف حلقة تانية. يلا خلينا نبدأ في موقع خمسات. الموقع ده يا جماعة مش لسه بقى نشرح ازاي تشترك في الموقع وكده عشان الموضوع مش صعب، احنا بس هوريك الخدمات اللي موجودة كده عشان بس تعرف الموضوع عامل ازاي. تلات ارباع الخدمات هي احصل على متابعين على فيسبوك، احصل على متابعين على تويتر، احصل على متابعين على انستجرام، احصل على اصدقاء على سناب شات، احصل على كذا وكذا وكذا. كل ده حاجات لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني انت لو بتقدر تعمل الحاجات دي هتربح مبالغ خيالية يوميا، مش شهريا، يوميا. لاحظ كده 173 اشتروا خدمة احصل على 3500 متابع عربي وخليجي، تمام، 3500 متابع عربي وخليجي على تويتر ب $5، تمام. هنا زي ما انت شايف 173 اشتروها. احول فكرتك لبرنامج سطح مكتب، دي برضو لغات برمجة 16 اشتروها. اكتب لك مقال ترويجي لخدمتك، مقال ترويجي لخدمتك 332 شخص اشتروها. لو دخلنا على الخدمة دي كده نشوف ايه المميزات اللي عنده. شوف بقى طريقة الكتابة زي ما انت ملاحظ كده. بص، من اقوى الخدمات اللي بتقدم موقع خمسات الرسائل التسويقية او المقالات الترويجية والمراجعات. شهادة عملائنا دليل على خبرتنا، تمام، شهادة عملائنا دليل على خبرتنا. تعالى كده بص، الراجل ده
140 حد عمل له ايجابي. يعني ايه بقى ايجابي وسلبي؟ يعني لما انت بتطلب من حد خدمه ما، لما بتطلب منه الخدمه دي بتلاقي هنا في تقييم للمشتري. يعني تقييم، انت كمشتري بتقيم الشخص ده، هل ادالك الخدمه اللي انت طالبها منه على اكمل وجه؟ فبتديله تقييم ايجابي وبتقيمه من 5، تمام؟ زي ما بتقيم كده صفحات الفيسبوك، بتقيمه من كام؟ من 5. وهنا انت ممكن تقيمه تقييم سلبي لو ما ادالكش الخدمه على اكمل وجه او مش بالطريقه اللي انت عاوزها. جميل. زي ما انت شايف 332 خدوا الخدمه دي. لو انت ملاحظ ان الخدمه دي موجوده في بدايه البحث، هنا موجوده في البدايه، ده بسبب طبعا ان هي من اكتر الخدمات اللي الناس اشتروها، وان الشخص ده شخصيه مميزه في موقع خمسات، تمام؟ حتى بيكتب لك تحت هنا اسم البائع، بائع مميز، تمام؟ تحت اسم البائع بيكتب لك بائع مميز، ان الشخص ده فريلانسر قوي جدا، فريلانسر قوي جدا، انه يقدر يعمل لك الحاجات دي. فده حاجه ممتازه جدا من مواقع خمسات. طيب كده تمام، يبقى كده احنا عرفنا انك بيتم تقييمك من الناس اللي بيشتروا الخدمه بتاعتك. لو قيموك كويس فيبقى ليك مكانه في موقع خمسات، بالتدريج كده هيبقى ليك مكانه. ولو اكتر من حد طبعا قيمك، زي ما انت شايف 140 شخص قيموا الشخص ده، فانت بتعمل زي الراجل ده كده، شهاده عملائنا دليل على خبرتنا. يعني انت بتقول لهم انك بص على الخدمه، وبص انت هنا فوق كده الناس مقيمين قد ايه، فاشتري الخدمه على طول وانت مغمض عينك، فانا اكيد هقدم لك اللي انت عايزه بالظبط. فدي حاجه طبعا، تقييم المشترين للخدمه دي حاجه مهمه جدا لو انت هتشتغل على مواقع خمسات، لازم تبقى مركز عليها. وطبعا لما بتعمل لهم الخدمه بتطلب منهم ان هم يقيموك. يعني 332 شخص اشتروا الخدمة دي و140 بس اللي قيموا، فانت بتطلب منه ان هو يقيمك تقييم كويس. طيب جميل جدا، خلينا نرجع ونبص على بقية الخدمات. حاجات كتيرة جدا يا جماعة ممكن تكسب فلوس من اقل حاجة عندك من موقع خمسات، موقع ممتاز جدا، ممكن تكسب من حاجات كتيرة جدا. 3030 لايك، 3300 لايك عربي مقابل 5 دولار، تمام؟ 1000 لايك عربي حقيقي، مش عارف ايه، كتابة الرسائل، استشارة قانونية، حاجات برضو استشارة قانونية. لو انت محامي او واخد كلية حقوق ممكن تبيع خبرتك في الكلية دي مقابل 5 دولار للسؤال، او 5 دولار للساعة او للنص ساعة او للربع ساعة. ممكن انت تتفق مع الناس بالطريقة دي. الاستوديو الصوتي في خدمتك، معنى كده اعتقد ان هو بيعمل ان هو معلق صوتي، خدمة تعلق صوتي، هو 35 كلمة ب 5 دولار، 35 كلمة ب 5 دولار، و34 اشتروا الخدمة دي. يعني انا مش قادر اتكلم بصراحة اكتر من كده عن الموضوع ده، لان اعتقد انتوا كده فاهمين الموضوع ده ماشي ازاي، وفاهمين ان الموضوع ده سهل وموضوع بسيط مش محتاج الكلام ده كله. هنا ساعطيك افضل النصائح حول اي شيء متعلق بالكاميرات مقابل 5 دولار، و11 اشتروا الخدمة دي. فشيء مهم جدا يا شباب انك تشتغل على موقع زي موقع خمسات. طيب ننزل مثلا تحت خالص كده بقى، نيجي بقى للمشكله اللي بتقابل ناس كتير، وسائل الدفع، هي عن طريق باي بال وماستر كارد وفيزا. طيب يا شباب، ناس كتير بقى تقول لك انا ما عنديش لا باي بال، وباي بال محصور في البلد بتاعتي ومش هقدر اسحب فلوسي خالص، ودي مشكله كبيره انا واقع فيها. طيب ناس تانيه تقول لك انا ما عنديش فيزا، والفيزا محتاجه بنك، ولازم يكون عندي بنك ومش عارف ايه، والكلام ده كله كلام فاضي، وهتقدر تسحب فلوسك كلها بكل بساطه. تعال نعرف كده الموضوع ده ازاي. قبل ما اتكلم في اي حاجه، فانت خمسات بياخد منك دولار على كل 5 دولار، يعني انت حد اشتري منك خدمه ب 5 دولار، هو انت بتاخد 4 دولار وخمسه بياخد 1 دولار. جميل جدا. هنروح عند وكلاء الحوالات الماليه. هنبص كده مع بعض، الناس دي انا شباب من موقع خمسات، حاجه جوه موقع خمسات اسمها عمولتي. عمولتي دي عباره عن ناس، او ناس زي ما انت شايف، حامد، علاء، احمد، تمام، ناس كتيرة جدا، باسم، مش عارف ايه، الناس دي كلها في موقع خمسات بيعملوا ايه؟ بيعملوا تحويل. يعني مثلا انا اتكلم معاك كده، سيب الماوس اهو وهنتكلم. اول حاجة كده، ان مثلا الناس دي، لو انت عايز معاك 100 دولار في موقع خمسات، اشتغلت بقى في موقع خمسات وناس كتير اشترت الخدمة بتاعتك ومعاك 100 دولار عايز تسحبهم، فانت بتلاقيهم على موقع خمسات. موقع خمسات بيقول لك ضيف وسيلة الدفع، بتضيف الباي بال. انت بقى ما عندكش باي بال ولا عندك ماستر كارد ولا فيزا، بتخش فين بقى؟ لو انت من مصر مثلا، بتبص على الدولة بتاعتك، الأردن، سوريا، غزة، السعودية، مصر، وباقي الدول. فانت مثلا راجل زي حامد، باسم، مش عارف ايه ده، الشخصية دي مثلا، سايب رقم تليفونها هنا، تمام؟ وهنا مكتوب وسائل الدفع اللي تقدر الشخصية دي تبعت لك عليها. انت بتشوف وسيلة الدفع اللي تريحك. مثلا انا مش عايز ولا وسيلة دفع من الوسائل دي، انا عايز ويسترن يونيون مثلا، تمام؟ اهي. طب انا بقى مش عايز ولا وسيلة دفع من دول،
تمام مش عاجبني، هنزل لحد تاني، نروح عند علاء ده. علاء ده بيقول لك منين؟ من السعوديه ومصر وبقيه الدول. طيب تمام، هنبص كده هنا، هننزل نشوف وسائل الدفع والسحب. وسائل الدفع لمصر، انت مثلا من مصر، وسائل الدفع من مصر، الاهلي المصري، البريد المصري، بنك، 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 فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات فلوس. انا مثلا يهمني فودافون كاش، فانا الشخصيه دي هي الشخصيه اللي انا عايزها. هتقوم عامل ايه؟ تقوم واخد الرقم بتاعه، تمام، تخش على مثلا فرع مصر، بتاخد الرقم بتاعه وبتكلمه طبعا على الواتساب، بتكلمه على الواتساب زي ما انت شايف، فرع السعوديه واتساب وتليجرام بتكلمه، او هنا فرع مصر بتكلمه على الواتساب او بتتصل بيه بشكل مباشر. وكل اللي بتعمله انك بتقول له لو سمحت انا معايا فلوس على موقع كذا، اي شركه بقى انت بتشتغل فيها او اي حاجه، او حتى موقع خمسات، قول له انا معايا فلوس وعايز منك حساب باي بال، هبعت لك عليه الفلوس دي وانت تحولهم لي. هيقول لك اتفضل حضرتك ادي حساب الباي بال اهو، واتفضل اسحب حط عليه الفلوس اللي انت عايزها وانا هحولهم لك على الحاجه اللي انت عايزها من كل دول. اتمنى تكون الفكره وصلتكم، فكره بسيطه جدا، وبياخد من 5% ل 10%، ما بيزيدش اكتر من كده، حتى هو اقل من موقع فايل ابلود. لو فكرت فيها هتلاقي ان اقل من موقع فايل ابلود، لكن موقع فايل ابلود بيقدم نفس الخدمه بالظبط. تمام، حتى انا لسه محول على فايل ابلود، لان الموقع ده، لان حولت على فايل ابلود لان حولت فلوس شخصيه، يعني من حسابي انا، حسابي انا الباي بال، حولته على موقع فايل ابلود عشان احولهم لي واسحبهم على موقع فايل ابلود. لكن شركه خمسات او شركه عمولتي اللي هو بيشتغل فيها الناس دي، بيحولوا من الشركات فقط، شركات زي خمسات، شركات زي اي شركه انت بتشتغل فيها بالطريقه دي. تمام، فاتمنى تكون الفكره دي بس وصلت. طيب يعني ايه بقى الحاجات اللي فوق دي؟ هنا انت ممكن تبحث عن اي خدمه انت عايزها، لو انت عاوز تعمل خدمه او عاوز يعني تدور على خدمه. هنا الخدمات اللي انت اشتريتها بس لسه يعني ما دفعتش ثمنها، وهنا الرسائل بتاعتك. انا مثلا جالي رسالتين اهم على الخدمه بتاعتي، وهنا طبعا بيقول لك خدمتك تم تفعيلها، تم رفض خدمتك، والخدمه تم تفعيلها وكده. طب تعال نروح بقى عند اضافه خدمه جديده عشان نفهم ازاي ممكن تضيف خدمه جديده. على طول هنا بتكتب هنا اسم الخدمه اللي انت عايزها، عايز مثلا اعلان لموقعك او تطبيقك او برنامجك على اليوتيوب. تمام، خدمه كده تكون بعنوان جذاب عشان تجذب الناس للخدمه، ولازم تذكر في الخدمه دي مثلا زي مثلا انا كاتب على اليوتيوب، ان انت هتعمل حاجه على اليوتيوب. تمام، مش تقول اعلان لموقعك او تطبيقك او برنامجك بس، لا، حاول تجذب الناس للحاجه بتاعتك، اعرفه انت هتعملها على اليوتيوب. مثلا هنا الاعمال بقى بتاعتك انت، مثلا لو انا هتكلم على اليوتيوب هقول مثلا عندك طبعا هنا كذا حاجه انت ممكن تعملها. هقول تسويق الكتروني، هقول لك تسويق عن طريق ايه؟ تسويق عبر انستجرام، عبر تويتر، عبر جوجل بلس، على سناب شات، فيسبوك، يوتيوب. تمام، عندك خدمات سيو ومقالات ترويجيه ونشر، انا هقول له يوتيوب. وصف الخدمه بتكتب بقى كل اللي انت عايز تعمله في الخدمه، لكن بشرط انك ما تكتبش ايميلك الشخصي، وانك ما تكتبش اي ايميل اصلا، ما تكتبش ايميلات خالص، انت بس بتحط عنوان القناه بتاعتك او عنوان الحاجه اللي انت هتعلنه عليها كموقع او قناه، وبتكتب له انت هتعمل ايه. تكتب له مثلا هل الاعلان هيبقى شكله عامل ازاي، بتضيف صوره هنا وبتقول له الاعلان هيبقى عامل ازاي، ممكن تضيف فيديو صغير كده عن الاعلان بتاعه او الاعلان اللي انت هتحطه يعني. وبتضيف هنا الوصف بيبقى عن طريق مثلا انت بتكتب له الاعلان هيبقى 15 ثانيه في بدايه الفيديو بتاعي في القناه. تمام، في بدايه مثلا 5 فيديوهات في القناه هحط لك 15 ثانيه في البدايه بدل الانترو الاعلان بتاعك، وهحط لك الرابط في الوصف. طيب جميل جدا كده، ده اللي احنا هنكتبه في الوصف. كلمات مفتاحيه تكتب هنا مثلا كل بقى اللي انت عايز تكتبه عن طريق 3 4 كلمات، ما بتزودش عن كده، او 5 كلمات بكتير. مثلا مش تقدر تكتب خدمه خمسات مش عارف ايه، لا لا، انت تكتب بس يوتيوب مثلا، تكتب كلمه يوتيوب بالطريقه دي كده، يوتيوب، وبتعمل العلامه دي، بتعمل مسطره او سبيس يعني، وبتكتب مثلا اعلان يعني حاجات زي كده. شباب مش يعني مش هنطول في النقطه دي، يعني نقطه بسيطه. مده التسليم دي مهمه جدا يا شباب، لو انت هتكتب له هنا مده التسليم بتاعتك عشان بس ما تقعش في الخطا اللي انا وقعت فيه. هنا لو هتكتب له مده التسليم مثلا 3 ايام يبقى تختار هنا 3 ايام. تمام، لو كتبت له بمده التسليم هنا مثلا انت بتنزل فيديو كل يوم في القناه، فبالتالي انت عمل الخدمه بتاعتك توصل لنهايتها هتحتاج 5 ايام، فتكتب له هنا 5 ايام، مش تكتب له كل يوم هعمل لك فيديو والكلام ده، لا، اكتب له 5 ايام هنا، لازم هنا تكتبها له 5 ايام. يعني مثلا انا قلت له يوم واحد وهنا قلت له 5 ايام، لان انا كل يوم بنزل فيديو، فالقناه فالخدمه هتنتهي بعد 5 ايام مش بعد يوم واحد. فانت هنا بتكتب له نهايه الخدمه خالص تبقى بعد ايه؟ بتبقى بعد 5 ايام، او حاول تخليها مثلا اسبوع عشان لو اتاخرت شويه او في حاجه زي كده يعني. تمام يا شباب، تمام، مثلا خليها 5 ايام. تعليمات المشتري بقى بتكتب فيها اسمك،
تقول له انت واخد ايه قبل كده، لو انت عندك خبرة في حاجة بتقول له انت عندك ايه، بتقول له مثلا القناة بدأت من سنة كذا ووصلت ل 10,000 مشترك في وقت قليل جدا ومش عارف ايه، بتقول له بقى الحاجات المميزة في القناة بتاعتك عشان يقدر يشتري الخدمة دي. اضف تطويرا، دي مهمة جدا طبعا، دي مثلا لو انت عايز تضيف اي تطوير مثلا تقول له انا هعمل لك فيديو كامل عن القناة بمقابل كام زائد ال5 دولار اللي هتدفعهم للخدمة، مقابل 5 دولار زائد اضافة سعر الخدمة، يعني مثلا اقول له 15 دولار زائد اضافة سعر الخدمة، يعني الفيديو هيكلفك 20 دولار تمام. هيقول لك هيزيد مدة تنفيذ الخدمة، قول له اه هيزيد اسبوع اسبوعين تمام. وبتعمل تكتب هنا اللي انت هتضيفه وتقول له اضافة تطوير، بعد كده تعمل اضافة الخدمة والخدمة بتتضاف معاك بكل سهولة وبس كده. يعني دي كل الموقع بكل بساطة، ما فيهوش أي حاجة أكتر من كده. طبعا هنا بعض الحاجات بس البسيطة اللي أنت هتتعلمها مع الوقت، مش محتاجة أي شرح خالص. وأتمنى أكون أفدتكم النهاردة، وأعتقد موقع خمسات موقع بسيط جدا يا شباب، تقدر تعملها وتقدر تشتري، وبتقدر طبعا تشتري خدمات فيه، وبتقدر إنك تبيع خدمات كويسة جدا في موقع خمسات، وهتلاقي خدمات كتيرة جدا تقدر تعمل زيها وتقدر تستفيد جدا من الموقع ده. أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، وما تنساش موضوع وكلاء الحوالات المالية لأنهم مهمين جدا، وممكن تسحب عن طريقهم هم فلوس من أي شركة مش شركة خمسات فقط. وشكرا عشان انت شفت الفيديو للآخر. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتك الحلقة تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. لو كنت أول مرة تشوف حلقات مستر بونتك اشترك في القناة، يعني مش هتخسر حاجة لو اشتركت في القناة. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. Call.